وخلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، أكد الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي والمستشار التنفيذي لمركز ناصر للبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، أكد أن التحول الرقمي في مملكة البحرين يشهد نقلة نوعية، ما يعكس الجهود الحكومية المبذولة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين. الاستراتيجية كانت من توجيهات جلالة الملك في افتتاحية المجلسين في الربع الأخير من 2019، حيث وجه الحكومة والمعنيين بالاهتمام بالتحول الرقمي المالي وأيضا الذكاء الاصطناعي منذ توجيهات المؤسسات في القطاع العام والخاص، بذلوا كل الجهود للارتقاء بالعمل الحكومي والمؤسسي في تطور واستخدام الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل. لا ننسى أن البحرين مثل ما ذكرت في التقرير كنا من الأوائل في المنطقة وأيضا في بين دول آسيوية، حيث أول جهاز للذكر فقط من علوم الحاسب كان نشأ في البحرين في 1940 في مركز تكرير النفط والغاز. فنشوف يعني العمق الاستراتيجية للبحرين في التحول الرقمي والتقنيات.